السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جمهورنا الرياضي مشاهدي الكرام في حصة الرابطة المحترفة للحديث فيها عن مخلفات الجولة 17 للرابطة المحترفة الأولى ومخلفات الجولة 18 للرابطة المحترفة الثانية موبيليس. وللحديث أكثر عن هذه التفاصيل نستضيف معنا في الأستوديو محلل القناة شيخ عز الدين رحيم. أهلا وسهلا بك شيخ عز الدين. مساء الخير أخ سمير، ومساء الخير بالضيف وكذلك كل المتتبعين الحصة إن شاء الله. ونرحب بالضيف، عجبتني أنا شيخ عز الدين ما تحدثت عن الضيف لأنه ضيف مضيف تسبق بهم بعد أنا خليك أنت اللي تقدمه. حبينا نقدموه إبراهيم بوسحابة، اللاعب السابق لفريق شباب بلوزداد اتحاد الحراش في ذات لمسان العديد من الأندية، جانا خصيصا من مدينة لمسان. إبراهيم أهلا وسهلا بك في بلاطو وقناة نو ميديا. الله يسلمك خويا، نشكركم أنا على الاستضافة وشرف لي كبير باش نجي هنا عندكم كثره مع الشيخ عز الدين عبد الرحيم اللي كنت تسمع غير نسمع به واليوم راني معاه هنا. نشكركم بزاف على هذه الاستضافه. والشرف لينا الشيخ عز الدين ان يكون معنا. نعم باسكو جانا من بعيد ودار مجهودات باش جا للحصه، نقول له مرحبا بك وراك في دارك. نعم، ونرحب بالكل بابراهيم بوسحابه اللي هنا. اكدنا الشيخ عز الدين عن اللاعب المحترف بمعنى الكلمه، لانه خليني نفتح هنا قوس الشيخ عز الدين ابراهيم، هناك بعض اللاعبين والمدربين سمحهم الله ماشي الكل البعض كما نتحدث يتواجدوا هنا بالعاصمه، تعرضوا باش يجيك للحصه خمس دقائق او نص ساعه قبل الحصه، يا يطفي عليك تليفون يقول لك ما نجيش، لكل يعني كل واحد معذور، لكن كاين اعذار من اعذار شيخ عز الدين، كاين اعذار تقدمها لنا قبل لانه احنا ثان ايضا متعلقين بالوقت وهناك عمل لابد ان نحترمه شيخ عز الدين في هذه الملاحظه. والله دوك واش نقول لك، احنا دوك الناس هذا كل ظروف والظروف تاعو احنا اللي علينا انه نستدعيو الناس هذا الى لبى الدعوه وجا وما كان عنده حتى مشكل. نعم. وكونترير شرف لينا وليه كذلك. نعم. لكن واش نقول لك، احنا في بعض من الاحيان لما تخلي اخر دقيقه ولا الاخر دقيقه اللي يقول لك ما نجيش، كان من الاول والاجدر يقول لك انا يا اخي ما نجمش نحضر، عندي مشاغل، عندي انشغالات. نعم. تاوعي. لكن واش نقول لك، كل 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 واحد وعنده الشخصيه تاعو، كل واحد والظروف تاعو، احنا ما نلومو ولا احنا اللي يجي مرحبا به، شرف لينا انه يحضر ويشرف لنا الحصه، واللي ما جاش راهو معذور. وابراهيم بوسحابه الشيخ مشكور جانا من تلمسان خصيصا باش يجوز معنا في بلاطو الرابطه المحترفه، شيء يشرفنا ويشرف القناه ايضا. الله يعطيه الصحه بارابور مام اللاعب هذا من قبل شرف روحه فوق اراضي الميدان، واليوم راهو جانا او كونترير. احنا نحبوا اللاعبين هذو اللي ما بانوش، ولا كاين الناس اللي نساوهم، هو ما يحبش يبان. سي لوكازيون باش الناس هذو ما تعاود تتفكرهم وتعاود تشوفهم، وبالك هذا الانسان هذا كاين اقتراحات يحب يقولهم، ولا كاين عنده مواضيع يحب يشرحهم للناس، بالك كان عنده كاش بعض المشاكل في الفرق اللي جاز فيها، وكاين بعض الانصار ولا بعض الناس اللي يفهموا غلط ويلوموا هو. صح. الور هو سي لوكازيون ليه لهنايا باش يوضح الامور، وراه مشكور على ذلك. ويتفضل ابراهيم بوسحابه اللي مر بالعديد من الفرق، كانت بدايته مع فريق وداد تلمسان فريق العريض الذي انجب العديد من اللاعبين، ايضا بشباب الوزداد اتحاد الحراش، ايضا وداد تلمسان مره اخرى، شباب بن باديس هكذا، والاخير شباب الحناية الذي يلعب له هذا الموسم. ابراهيم بوسحابه نتحدث وانصار شباب بلوزدان خاصه الذين يحيون ابراهيم بوسحابه الحاح كبير منهم لحضور هذا اللاعب لبلاطو الرابطه المحترفه، والحمد لله ابراهيم بوسحابه لبى النداء. اولا ابراهيم نتحدث عن مشوارك، كيف كانت بدايتك خاصه وانه مريت بجميع الاصناف في فريق وداد تلمسان؟ اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا كوموندو بالون تاعي بديتها في وداد تلمسان من بيرجاما، لعبت بيرجاما مينيم كادي جينيور، ولعبت سينيور ولا 18 طون لعبت سينيور كوم كونتر ستيف، كنت عاده صغير، كان عاده بالك ماضوي يلعب، كان كوم نقول جوار كبار كنت نشوفهم انا غير هكا في التيلي، ولا حتى وليت نلعب معاهم، ولا كوم علي دحلب ولا خريص انا كنت ندير لهم شارج بارون في تلمسان، عشيت نلعب معاهم صافي بليزير ليا. نعم. كوم نقولوا حاجه مليحه ليا. نعم. من تماك لعبت، ماشي ما لعبتش غير في هذه ليزيكيب، مام كنت في تلمسان جينيور، دينا كوم داجيري جينيور. نعم. العام اللي موراها
كومون نقولوا سرحوني طردوني باسكو علاه باش تعرف باللي كومون نقولوا الكره الجزائريه احنا المشكل اللي راه عندنا اللي فالناس تكون اللي تفهم البانو اللي كومون نقولوا يجيبوا واحد اللي يفهم الكره ماشي يجيبوا واحد قال هذا نجيبوه غير باش انا صاحبي علاه انا طردوني من تماك من تلمسه باسكو جا واحد قال لهم هذا ماشي جو كنت طايق كنت قصير قال لهم هذا ما يطوالش تحسب هو كومون نقولوا يعرف شي غادي يصرى من بعد طردوني انا ما كرهتش من تماك هذه كي لحقت سينيور كي لحقت كنت جينيور دينا كوب داجيري ماركي 29 كلاس مير بيتر تاع هذاك العام جيت دخل دوزيام اني جينا قال لي ما كاش اسمك طردوني رحت وهذاك العام نزيد واحد باش يقول واحد نيشان طردوني تاع من القرايه كما نقولوا جو صوالح وايشان هذا الحقيقه حطموك ديريكت هما دوك ياتك بالطريق العوجه شي طريق عوجه ياتك بالطريق شوف انت وكما نقولوا البيئه اللي تكون كابر فيها الحمد لله كما نقول انا في هذيك البريوده ربي فتح عليا كما نقولوا قبط طريق مليحه رحت للصلاه ورحت لقراءه القران بديت نحفظ القران في الجامعه وكاع ربي فتح عليا عاش يقول لكم تقرب ربي والله اللي ربي رزقك العام اللي رحت لعبت في مغنيه يعني حال كلبت ما لعبت في مغنيه لعبت لا ما لعبت في مغنيه لعبت في ايكيب صغيره اسمها جي سامتي كنت تعرفها جو صورتي مثلا ربحوا جياس كخطره لعبت فيها كنت جينور وكان عندي خويا اونترينر كان يطلعني سينيور لعبت فيها هذاك العام جينور الحمد لله هذاك بالك هذاك العام عاش يقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم نعم. والله يعلم انتم لا تعلم ربي هو اللي يعرف ربي هو اللي يدير لك الخير هذاك العام هو اللي سجل لي كاع المشوار تاعي تاع الكره باسكو انا كنت غلط في الكره كنت حاسب الكره شيء غير دريب تقبلها ودريبلي هذاك العام كما نقولوا زدت ثقافه كره مع خويا كان كما نقولوا دريب ليا في الدار وهذه ينصحك ينصحني كره لك بغيت نلعب روح للكور رحت ماركي انا كنت غير كي بليزير تاعي كي ندريب لي واحد يطيح هذاك هو بليزير تاعي تسمى كما نقولوا هذاك العام هو هذاك اللي سجل لي كاع حياتي في الكره رحت العام اللي موراه تلمس عيطوا لي سينيور طردوني جينيور عيطوا لي سينيور كان قندوز حكمهم تسمى جست هذاك الباساج في الكلاب هذاك موراها عاودوا عيطوا العام اللي موراه انا كنت عاده باقي لي جينيور هذاك العام عاود عام باش عيطوا لي جينيور لا عيطوا لي سينيور رحت درت معاهم 16 سينيور ولعبت هذاك العام لعبت مولا 18 ولا 19 لعبت سينيور ولعبت عام ولعبت معاهم في تلمسه لعبت عام عاود جا لونترينر حاجة مورا هكا ربي ما كتبش عاود رحت للفريق تما تسمو مغنيه لعبت في مغنيه لعبت عام العام اللي موراه رحت للرمشي درت بريدة شاب في مغنيه عاود رحت للرمشي هذاك العام تاع الرمشي كما نقولوا كانوا ملاح الحمد لله ربي دالي وفقني في هذاك العام كملنا العام نحكي لك كسرى باش جيت للسي ار بي كنت مع خويا في واحد اللعبات كنا معروضين نفطور عيط خويا واحد عيط له مزياني بالك تعرفه كيلعب في تلمسان عيط خويا قال له راه معاك ابراهيم قال له هو فوت لي قال لي عيطوا لك السي ار بي قلت لك تزعق عليا قلت انا السي ار بي وين شافوني باش يعيطوا لي دوك السي ار بي ما قادش يشوفوا واحد يلعب في الرمشي قال لي نهضر معك سيري قال لي غدوه روح طلع قلت لك تهضر من نيتك رحت كريت في البيس طلعت قلعت 6 تاع الصباح وصلت الربعة لا فطور لا والو داك واحد كان صغير راح ديريك رحت البوشاوي كي رحت البوشاوي هذاك العام سي ار بي جايبين برقيقه بن دحمان عواد براجا غير الاسومه تشكيله جاي انا هكا نعم صغير لابس فاهم قليل كاش كاع اللي داها فيا وقفت هكا حنكوش قال لي انت شكون الشيخ حنكوش بعدا نحييه من نحييه باسكو هو اللي عاوني باش لعبت نعم. قال لي قلت له انا جمر رمشي وهذه قال لي صح اقعد داك انا كنت صغير ضربت 3 ايام ولا توحشت الدار ما قديش عيط لخويا قلت له اني باغي نولي قال لي علاش قلت له قالوا لي دير ليسي هذاك العام كان حاج عيسى كما نقولوا حاج عيسى هو اللي كان قال لي علاه انت شكون حاج عيسى باش يعرفوك باش ما ديرش ليسي يعني اللي دير ليسي زعما انت ماشي اسم ما يعرفوك نعم. وانا باه نولي وجابني واحد الماناجير سميوه ابراهيم بالمصباح نعم. ما يعرفنيش كاع كي نلعب قلت له انا غادي نقول لك حاجه قلت له انا غادي نلعب نحمل لك وجهك ونهود للدار باسكو انت ما تعرفنيش رحت لعبنا ماتش اميكال في مع سي ار بي لعبت ميطون كي دخلت بعد حكيتها له كبير قلت له والله العظيم لا رحت درت لي سي بسولي مقطع قبضه بالسلك والله قبضه بالسلك سلفه على صاحبي قبضه بالسلك انسان ما يحشمش بهذا الصوالح صح صح باسكو الكره اللي لعبها واحد لعب ما عندهاش دراهم البرازيل خرجوا عند اللاعبين من 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 كاين كاين المراحل هذو جزء جزء باش توصل صح اذا تخطاه قلت له والله القبضه هاني عقل كنت قابضه بسلك ومسلفه لي غير واحد صاحبي يعني حتى سولي ماشي تاعك حتى سولي ماشي تاعك كما نقولوا جيت دخلنا نلعبوا باس الاولى لعبتها سون فوا كان فيها طبعا لعب سون فوا الشاب حسبوني قصها برا خرج باي فصافه زوجه باس مون جون ثالثه
تما الشعب هو فلاميطون هضروا مع قلبك قالوا له هذا الجواري سني هذا الصغير من تماك ربك ما نقول ربك يوفقك غير الاسباب صح. وربي يزيد ومن ثم يعني انتقلت انت وباش جيت سبابي لعبنا الرمشي مع الترجي نعم. كنا نلعبوا طلعهم يلعبوا الطلعه وكان نعم. معهم عمران تعرف عمران نعم عمران ما نعرفهش ومن انا عمري ما هضرت معه لحد الان عمري ما هضرت معه من نبلغ له شكري باسكو عمران كي راح تلقى واحد المناجر في وهران اسمه اسماعي قال له كاين واحد الجوار يعلق الديس في الرمشي قال له شوف كي استخرج من هذيك ليكيب قال له عنده نيفو ماشي تاع هذاك الكلاب زعما عنده نيفو باش يطلع نعم ومتما الحمد لله ربي والحمد لله ابراهيم بوسحابه سجل اسمه وكانت انطلاقته بهذه التجربه كما تحدث عنها الشيخ عز الدين تعليق فقط قصير عن هذه الصعوبات ليوجدها ملاعب شاب كان يعني له مشوار طويل في البطوله الوطنيه ومشوار الشيء اللي خلاه هكذا الشيء اللي خلاه هكذا هو انه يحب الكره هذه لعب انا وين ما فهمتش حاجه نعم. كي كانوا جونيور دارين اني اكسيبسيونيل نعم. ما نبي قال شامر سجلت 29 هدف المدرب هذا يا اخي انت مام نقولوا شاف ما عجبوش للشيفي تاعو ولا لو باركور ولا لاني اللي دارها لا سيزون اللي دارها ما شاء الله نعم. 29 هدف انت وين تسنحلي ومن بعد وشنو راح بدل الفريق عام موراها تعاود تسقيلو سينيور تما هذا في عام الا ماشي مليح هذا في عام يعاود يتسقم ويولي عنده دي كاليتي سي با نورمال انا يا اخي لا سي نورمال كي حقره بالك كي شافوه قلي ولا هكذا يقول لك هذا اللاعب هذا انا كان يفكرني نقول لك نشبهه بزاف للعمور يشافوا بزاف ساسوا في الـ في الـ في اللعب تاعو في اللعب لا ولا ساسوا في الـ الجسم تاعو ولهذا ما معمر كان يحكي لك على حكايته صارت له ميم شوز الوغ حنا ما كناش نشوفوا بعين الاعتبار هاد اللاعبين اللي يكونوا رقاق وصغار الوغ نحقروهم الوغ الحمد لله واش اللي خلاه انه يدير هكذاك لا ما فيهاش عيب الصباط هو اللي يحكي لك عليه انا صارت لي ليا انا صارت لي ليا انا رحت باش ندير انيسي سلفت صباط باش راه درت ليسي وهذا واش حبي يقول ابك كي تمر مراحل كيما هذوما تو فا غروندير وتولي مور في راسك تما الدنيا شورتو هذا الشيء هذا جوجتو انت صغير صح. نهار تبدا تكبر الشيء هذا بالنسبه ليك ماهوش عيب ماهيش لكن بعدا اون فيريا ميزور تكبر تعاود تولي كيفاش كنت لهذا باش ما تروحش ادروات ولا اقول تعاود تفكر كيفاش كنت وكيفاش بديت هنا تحط رجليك في المبارد انا نقول باللي حب لهذا الكره هذه يخليك انك لي ساكريفيس هادو ما ديرهم والحمد لله ما بار لا سويت التوفيق كان من عند ربي سبحانه اللي ربي هو اللي يدير لك الطريق التوفيق كان من عند ربي سبحانه وكان له الحظ انه دار مشوار لعب في فرق كبيره والمشوار الحمد لله الحمد لله كان كبير بالنسبة لإبراهيم بوسحابة خاصة مع فريق شباب بلوزداد الذي عاش معه أحلى الأيام صنع أفراح فريق السير بي لعدة سنوات نستعرض هذا الفيديو الخاص باللاعب إبراهيم بوسحابة مع فريق شباب بلوزداد يعني من تغارو أولي 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 وسحابة يا دلالي ذكريات جميلة إبراهيم عشتها مع فريق شباب بلوزداد كي تشوف هذه الصور هذه الفيديوهات من ذوك شك تتفكر الأيام الزاهية اللي كنت بها بعشرين أوت أو بملعب خمسة جويلية وبملعب الجمهورية التي تألقت فيها مع فريق شباب بلوزداد حاجة الأولى يقول لك الإنسان حتى يفقد الحاجة عادة باش يحس بقيمتها نهار تكون تلعب ما تكونش تحس بهذوك الصوالح باسكو تلعب وتروح من بعد نهار كي تفوت الأيام الناس بقى تلاقاك تقول لك واحد الإنسان يقول غير الحمد لله باسكو البالون كل شيء يفوت صح كي تخلي بلاصتك نقيه ميم تكون جوار مايا الناس صح. تفكرك بهذاك الخير تاعك ما تفكروك ممكن تكون غرون جوار ولا تكون توب ودير صوالح ماشي ملاح الناس تنساك بصح الا الناس تفكرك حاجه الاولى الاخلاق تاعك ومن بعد عاده كما نقولوا بالكور باسكو البالون
الا ما كنت مليح الاخلاق تاعك تنحيهم لك كما نقول ميم تكون مويا في اللعب خاصك نعرفوا شحال من جوار مويا وطول في لي زيكيب على الاخلاق تاعها. صحيح الحمد لله انا كي نشوف هكا نقول الحمد لله يا ربي اللي انسى ربي وفقه ودار هذه الصوره الحمد لله. قبل نتحدث عن فريق شباب الوزداد شيخ عز الدين من دون شك تفكرت شويه الايام كي شفت هذو الفيديوهات وهذه المراوغات بالنسبه لابراهيم بوسحاب. اه لو باساج تاعو في سي ار بي كان باساج كان موفق كان معروف بالتمريرات الحاسمه. لا كان هو مهاري تكنيسيان بزاف وقلت لك انا كنت نشبه بزاف العمور لكن نقولوا الباساج اللي جازو انا نقول بلي هذا اللاعب هذا بالك الاصابه هي اللي ما خلاتوش انه يدير مشوار كبير. 30 سنه برك شيخ اللي تذكر فان ابراهيم بوسحابه 30 سنه فقط الناس بالك تسمع يا سمير انا راك في الجزائر 20 سنه صغير 30 سنه كبير دوك الوقت اللي تكون نورمال ما على بالناش واش من الوقت راك في الجزائر تلحق 30 سنه يبدا يقولوا لك هاو كبر هاو ناض. اليوم نشوفوا في كاس امم افريقيا بدا الحضاري 44 سنه ويساند ويمد المقدورات من ليسونسيال تكلم كلمه اللاعب دي فوا تلقى لاعبين ما نجمش نقول لك توب تكنيكمون ولا فور ولا لاعب عادي ماشي عادي نقولوا نجم نقولوا عادي لكن الاجتهاد تاعو والاخلاق تاعو تعاونوا بزاف لا كارير تاعو. صحيح تعاونوا بزاف كاين لاعبين اللي مروا ما عندهمش تقنيات ماهره لكن داروا كارير مليحه باسكو بالسيريو تاعهم. انا نقول باللي بالك لولا ربما الاصابه هي اللي خلات ربما شحال موسمين ما لعبش رياضه ما تلعبش موسمين انت كي دير بليسير صغيره ديجيرير ولا تريح شهر ولا شهرين باش تعاود تولي لا كومبيتيسيون لازم لك وقت وباش تعاود تولي الفورما تاعك لازم لك وقت. لكن انا نقول باللي حقيقة زها في الوقت هذاك زها أنصار شباب الوزداد كذلك الباساج اللي جازوا في اتحاد الحراش كيف نعم. كيف دار موسم لاباس به لكن أنا نقول باللي المشوار تاعو لولا الإصابة هي اللي أثرت عليه نوعا ما لكن يدير أكثر. إبراهيم بوسحابة خاصة فريق شباب بلوزداد كان متواجد أنا ذاك إسلام سليماني اللي يلعب الآن في أكبر البطولات في أوروبا البطولة الإنجليزية أيضا كان عواد كان هناك لاعبين. إبراهيم كيفاش كانت هذه التركيبة تاع فريق شباب بلوزداد؟ هل ما كانتش ما هو الشيء اللي كان ينقص حتى تتوج بألقاب كبيرة ألقاب كثيرة عفوا فريق شباب بلوزداد؟ انا العام الاول اللي جيت للسير بي هذاك العام هو اللي دينا فيه كوب داجير. نعم كوب داجير هذاك العام جبنا جوار كما قلت جبنا الناس تشوفهم ملاح بصح وجابوا بزاف ثاني من تحت. نعم العام اللي مورا عاد لحق علينا سليماني وهذاك العام اللي مورا ثاني كنا ملاح بصح شراو شويه مشاكل تغير تاع المدربين بزاف هو اللي ما خلاش كما نقولوا مدرب ليجي يدير ايكيب كل واحد هذه الفلسفه تاعها باش ما تبقاش تاقلم بالخف و دي فوا ماشي لي جوار لي كرون جوار يديروا لك ايكيب دي فوا دي جوار موان تقدر دير ايكيب مليحه. صح دي فوا تكون عندك دي كرون جوار بزاف وما تقدرش دير ايكيب مليحه. هذاك الموسم ينطبق علينا كما نقولوا كان عندنا بزاف جوار ما قدرناش نديروا ايكيب كما نقولوا اللي تقدر تدي شامبيونا ولا تدي كوب داجيري. والعام اللي قبله ما كانش عندنا دي كرون جوار قدرنا نديو كوب داجيري باسكو الناس كاع عطشانه كما نقولوا انا جاي عطشان من رمشي غربي كان جاي من بوفاريك عطشان كاع الناس تحوس تبان كما نقولوا حوس يمد وش عنده بصح. واسلام سليماني صرا له لو ميم كام كيما جابوهم الشراقه نحكي جابوهم الشراقه. كنت تتوقع انت يبرز بهذا الشكل؟ والله يعني شو نهضر لك واحد يهضر الحق. نعم اسلام سليماني جا رحنا ستاج فرنسا لعبنا ماتش اميكال باسكو الناس بزاف يقول لك سليماني في الديبي ما كانش ماتش اميكال كي لعب ماتش اميكال هذاك الماتش بان بلي هذا جوهر كون عنده مستقبل باسكو جون ماناجر قال لهم تقدروا تمدوا لي هذا بغا يدير ليكيب تماك من فرنسا باسكو انت كي تشوفه عنده ميزه تاع اتاك اللي حنا علاش لعب البالون حنا علاه لعب البالون ما تقيسها في هذيك الشبكه. سليماني عنده هذيك اللي باش يقيسها في هذيك الشبكه. ونقول لك حاجه قالها لي صايبي. نعم كنت انا صايبي كان قريب ليا قال لي هذا الجوار ما غاديش نلعب معاه. وبالفعل باسكو انت جوار وتعرف قال لي كنا نلعبوا انا ديزافونسون قال لي تبغى دير لابيل منا قال لي يخرج لك قال لي تعاود تبغى دير لابيل منا عاود يخرج لك سما كما نقولوا كان عطشان سليماني ما مكتشوفه ما في لعبه هكا ودوك راهو في بطوله كبيره وراهو ولا وكما نقولوا كي ولينا ما قلعش مليح في سيربي والشعب كما نقولوا الانصار ما كانوش راضيين عليه بزاف بصح حاجه اللي نشهدها له
الناس كانت كما نقولوا ما كانوش راضيين عليه بصح غدوه على غدوه كيدير لونطريمون هو الاول هو يجي تريني باسكو كيدبع عليك اللي يقول لك لا باغي تنجح ماشي بالخدمه الا باغي تنجح اسلام سيموني باش ينجح خدم باش يوصل لهكاك ما وصلش غير هكاك ماشي كراقد وناط صابر روحها في ليستر وانا ناض انا نهضر على روحي انا باه ما نجحت كما نقولوا ولا ما وصلتش كما سليماني ما خدمتش كما سليماني انا قنعت كما نقولوا ضيف الجوار يقنع وهذيك هي كما نقول غلطه اللي ديرها الرياضي كي تقنع الا دائما دير حاجه في راسك خصني نوصلها سليماني كان داير من الاول داير خصه يروح يلعب دار كاع الوسائل باش يروح صح يلعب باسكو جاته هنا بالك في ليزمون عطاوه سومه شابه في شهر ما بغاش يسني في ليزمون وراح سنيا في سومه قليله بصح شوف درك وين راه ديف فوا تخسر عام ولا عامين بصح تربح هذيك هي اللي دار ايضا ابراهيم في احد المرات كتبت يعني في, 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 في في الصفحات الخاصة بك في الفيسبوك أنه اللاعب لابد أن يخمم ويفكر بأنه خدام وعامل في فريق ما ليست كرة قدم أو أنه لاعب يلعب هوية أو يلعب بليزير إن صح هذا التعبير. هذه إحنا اللي نقصنا إحنا كما نقولوا جوارة تاع الجزائر إحنا احتراف دخلنا في الدراهم حسبنا احتراف دراهم احتراف من نور وحمة إحنا كي تكون ماشي للونترينمون ما كنت دايره خدمة قدرها كماشي وصاي نت الصباح بانت لك ما تشيش تعيط لهم قال ما غاديش نجي بصح لا احتراف حنا تونس باش فاتونا كما نقول الترجي ولا الافريقي الا كنت مريض تجي لونطريمون الطبيب يشوفك ماشي لونطريمون يقول لك لا ما ترينيش الطبيب يشوفك هو يقول لك لا تريني ولا ما ترينيش ماشي ما تحكمش حتى في روحك ليكيب هي اللي تحكم فيك راك خدام كما نقولوا راك خدام تاعك خدام حنا لا مازال هاد مدخل حنا ما دايرينها بان بلي خدمه حنا دايرينها بان بلي لعبه كرة القدم حنا دايرينها ماشي خدمة ماشي عامل وحنا وكتجي تشوف حنا لا حنا خدام عند ليكيب كما نقولوا انا نلعب عند السي ار بي ماشي بانت لي ما جيتش نتريني قال ما جيتش نتريني لا راك خدام تجي يشوفوك لا كمريض هما يصرحوك تروح الطبيب يصرحك ماكش مريض تولي حنا لا مازال دايرينها لعبة الوقت هذاك ماشي تشوف بالك لونتوراج تاعك اللي كان داير بيك بالك هما اللي ما خلاوكش انه تخمم بهذا التخمام اللي راك تخمم فيه انا بالك لونتوراج اللي كان داير بيا باسكو انا عندي خويا كان لعب في تلمسان هذا نحكي لك عليه خويا لعب في تلمسان لعب بالك 10 سنين سينيور وكان اونترينور كان يضل يهضر لي كان يقول لي ما غاديش هو وكما نقولوا التجربه تاعو اللي تقول لك هما وكما نقولوا العائله تاعي وصحابي كان يقولوا لي ما غاديش تفيق بها دروك غادي تفيق بها من بعد باسكو انا كان جا عندي كونتاكت في النادي الافريقي وجا عندي في العين وكانت عندي كونتاكت في ليفانتي رحت لهنا رحت لتلمسان باش نروح نزيد كما نقول انا تحاول نقرب غير للدار انسان كان صغير 23 ولا 24 شوف واش راه يتكلم والله مليح لانه هذه تجربه تاع لاعب اللي كانت عنده كانت عنده موهبه كبيره راه دوك الان واش راه يتكلم هذه مليحه لا جينيراسيون هذه رساله نعم واللاعبين هذه الرساله درتها انا تاع كما نقولوا في الحساب تاعي الشخصي تاع فيسبوك قلت لهم انا كي رانا نهضر لكم باسكو انا مجربها انا ما خصنيش واحد اخر يقول لي جرب ما تساش طبيب نعم انا ما خصنيش انا كما نقول الصوالح اللي انا نديرها انا درته كما نقول انت ما ديرهاش باسكو الكارير تاع تاع جوار صغيره محدود صغيره سي بيان سي بيان واش راه قادر تدي باش يوعي اللاعبين قادر تدي بليسير صافي كملت الكره تاعك الا ما كانش عندك ما كانش كاع لي يشوف فيك نعم والحمد لله دائما التاريخ هو الذي يتحدث شيخ عز الدين عن أي لاعب مهما كان اسمه سواء برز أو لم يبرز في البطولة أو الفريق الذي يلعب له. نطوي صفحة بوسحاب إبراهيم ونعود لي فيما بعد ونعود لي الحديث عن مخلفات الجولة 17 للرابطة المحترفة الأولى التي كانت منقوصة من 4 مقابلات مباراة شباب الوزداد وفاق سطيف شبيبة القبائل نصر حسين دايساري غليزان دفاع تجنانت مولودية بجاية وعفوا ساري غليزان اتحاد العاصمة مولودية بجاية دفاع تجنانت بسبب وتواجد لاعبي هذه الأندية مع المنتخب الوطني والمنتخب العسكري والاستئناف سيكون بعد عدة أيام. مباراة هذه الجولة وقبل أن نتحدث عن هذه الجولة نشاهد هذا الجدول الخاص بالمحترف الأول.
والبداية بسقوط الرائد فريق مولودية الجزائر أمام اتحاد الحراش في ديربي العاصمة الذي احتضنه ملعب 5 جويليا بهدف مقابل 0، وفوز ثمين بالنسبة لفريق اتحاد الحراش الذي تدارك أموره بسرعة بعد خسارته في الجولة الفارطة أمام اتحاد بلعباس. المولودية شيخ عز الدين خسارة لم تكن منتظرة بالنسبة لهذا الفريق، الكثير كان ينتظر منه الفوز لتعميق الفارق في صدارة البطولة. الكثير ولا خاصة أنصار مولود الجزائر لما نعم. غضبوا كثير على المباراة هذه، خاصة وأنك تترصد البطولة وراك في المرتبة الأولى. أنا نقول باللي على بالك باللي المباراة الأولى لكل المدربين يخافوا هذا الوقت هذا، لأنه سواء في بداية الموسم أو في العطلة الشتوية، لأنه أنا نقول باللي مولود الجزائر كان في ديناميكية كبيرة، ومن بعد مع لاري انا نقول توقفت. مع اللي توقفت البطوله هنا المدربين يخافوا هذا تكسر الريتم. وحنا المشكل اللي كاين عندنا انه اللاعبين ماشي واعيين. اللاعبين اللاعب الجزائري لما يحبس ديريكتومون ما يخممش، يخرج كي تكون تلعب تونشيني لي ماتش، خلاص اللاعب والف لي ماتش الور يولي عنده التركيز باللي عنده مباراه السمانه الجايه والسمانه اللي مني عنده مباراه، لكن كي يحبس خلاص بالنسبه لي عطله يبفر واش حبيت. وهذه هي النقطه اللي تخوفوا منها المدربين، باش انت كيفاش راح يكون المردود تاعك في بدايه المرحله العوده. كيف في البدايه شفنا المباراه وين مولوديه الجزائر، نجم نقولوا باللي مولوديه الجزائر ضيعوا الفوز في الشوط الاول وين نجم نقولوا ضغطوا على المنتخب على اتحاد حراش، لكن الفعاليه ما كانتش. لكن الشيء المهم هو اتحاد حراش كيف قرا المباراه وش من الطريقه اللي لعب بها. المنتخب اتحاد حراش ماشي معودنا انه يلعب بالطريقه هذه، واش كانت ذكي جدا خاصه المشارف اللي ما حبش يغامر. نعرفوا هنايا اتحاد حراش استحواذ اللعب تاعو باين، الاستحواذ على الكره واللعب القصير ويروحوا على الاطراف. لكن في المباراه هذه شفنا باللي المنتخب اتحاد حراش انتظر المنتخب المولوديه وين خلالو عطالو كاع الحريه ليه ولا يلعب له بلي كونتر. واش كان السيناريو اللي قراه المدرب كان في المباراه. انا نقول باللي اتحاد الحراش دارك الخساره اللي دارها بالاخر، عاود رد الاعتبار الانصار تاعو. مولوديه الجزائر انا نقول باللي ماشي هذه المباراه اللي راح تخلي الفريق هذا ولا المدرب انه يدخلوا في شك، وراح تصرى واش صرى الجمال مناد لما كان في بدايه الموسم. انا نقول باللي التعثر هذا يتجرعوه ويحضروا المباراة المقبلة. والمقابلة المقبلة ستكون أمام شباب باتنا بملعب سفوحي، ستكون صعبة على المولودية. شيخ عز الدين تعود على المنتخبات والبطولة الكان على هذيك، يعني بقيت تحدث عنها منتخب المولودية ومنتخب اتحاد الحراش. نعم بوسحاب إبراهيم، بما أنك كنت لاعب سابق فريق اتحاد الحراش، كيفاش تشوف هذا الفريق خلال الموسم الحالي؟ نتائج متذبذبة، يتواجد في مرتبة يعني في وسط الترتيب، فريق اتحاد الحراش في المرتبة 9 ب 22 نقطة. هل تشوف في فريق اتحاد الحراش اللي كنت تلعب فيه أو فريق مختلف؟ ما دوك أنا بدك ما نشيل دخلت ما بنعرفش لا اللي اختلف ولا بصح. احنا تتبع أخبار ونتبع الأخبار بسيف وزادت لك ذكريات. يعني كما نقولوا الحمد لله هاد السمانة اللي كما نقولوا قدروا يربحوا، باسكو كان خسروا هاد السمانة يدخلوا في متاهة كبيرة. نعم دخلوا متاهة كبيرة. كما نقولوا هاد السمانة عرفوا كيش يخرجوا، كما نقولوا احنا خرجوا من هذيك الوضعية، ماشي قطرة كما نقولوا كي تجي ربحها مع مولودية الناس تسال كاع واش درت. كنت راه كنت في الشباب الوزاد ولا كنت في اتحاد الحرش تربح المولوديه، ما تكون خسرت 3 ماتش قبل نساولك كلش. نعم والفوز بمثل هذه الدربيات. نعم اتحاد الحرش في بدايه الموسم الانطلاقه تاعو كانت في مباراه ديربي. نعم ودوكا الانطلاقه تاعو في مباراه ديربي. يحسن تفوض في المباريات الكبيره في مباريات الدربيات المحليه. هذا هو فريق اتحاد الحراش الذي يستقبل في الجوله المقبله بحول الله فريق شبيبه القبائل. اولمبي المديه اطاح بفريق مولوديه طهران صاحب المركز الثالث لحد الان والثاني عفوا ب 28 نقطه. الاولمبي بنفس الرصيد في المرتبة الثالثة أيضا برصيد 28 نقطة. المباراة كانت لصالح الأولمبي الذي تدارك بسرعة خسارته بثلاثة
امام شباباتنا في الجوله الفارطه. شيخ حسن شوف لو كان اولمبي المديه كان تعثر في هذه المباراه انا نقول باللي راح يكون مشكل بين الانصار والاداره، لانه الاداره خدات موقف مع المدرب وين صرحوا احسن لاعبين تاعهم، والانصار اكيد منهم تقبلوا الوضعيه، لكن لما تشوف يسمحلكش تحضر في المباراه وتشوف انت باللي المباراه تم الفريق نقص المردود تاعو راح يكون له هذيك رده فعل. انا نقول باللي اولمبي المدية عاود تدارك الامور وعاود ولا السكه صحيحه، وين 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 ربح المباراه، لكن ما كانتش سهله عليه، لكن دار المهم انه النقاط جابهم وهذا هو المهم. اللي جابوا في البري هو اللي ماركا، هذا كنت خرجت مدرسه تيليمسان سبيع وهذا حب يقول تما اللاعبين اللي تلقوهم حب يقول جبنا البدائل تاعهم ودار مردود لاباس به. نعم، وخريج مدرسه وداد تيليمسان، المدرسه التي تبقى تنجب دائما لاعبين من مولودية وهران نجم يتكلم لنا عليها، وراح نتحدث معه عن فريق مولودية وهران بما انه لاعب سابق في الحمراء. وفريق مولودية وهران هذا الموسم يقول في كلمته ابراهيم الموسم رغم هذه الخساره الثانيه هذا الموسم وما كانوا قادرين ما يخسروش باسكو شت كان واحد البيت كما نقولوا بيت فوالا قد ماركيه كما نقولوا الشباك كانت فارغه وما ماركاش. مي حاجه انا اللي كما نقولوا اللي شدتني هذا العام حتى في الغرب كاع في بالعباس ولا صح عوده قويه شتهم رجعوا كاع كما نقول اغلبيه اللاعبين تاعهم تاع اللي كانوا يلعبوا برا كاع رجعوهم كما تشوف انت عواد تشوف بتيبا كما نقولوا كاع اولاد المدرسه ولاد المنطقه يعرفوا باسكو انت بالك هو الشيخ قبلي كي تكون انت ولد هذيك البلاد تلعب كما نقولوا كي تلعب انت في تلمسان انا ولد تلمسان نلعب مع تلمسان ولا انا ولد وهران نلعب مع وهران ماشي كما كيف كما واحد برا باسكو انا كي نخسر نروح للدار كي ندخل حاجه الاولى انا ما كتخسرني تقول لي خسرتو نعم بصح انت كي تكون تلعب برا كي يطلع واحد دفوا مع الطريق تنسى شويه مش كما كما نقولوا ولد ليكيب ولا هذا العام كما شتا في بالعباس وشتا رجعوا كاع اللاعبين تاع الغرب اللي كانوا على بها راهم كما نقولوا راهم ملاح ان شاء الله وليمسيون نتمنى لهم ان هذا العام كما نقولوا توجوا كاش حاجه باسكو يستاهل عندهم شعب يستاهل يديو يا كما نقولوا حاجه هذا العام ان شاء الله وعنده بزاف ما فرحش ان شاء الله كما نتكلم على الفرق تاع الغرب هو هذا العام شفنا باللي كاين استقرار سواء في بالعباس سواء في المولودية والنتائج هذوما اللي الاستقرار هو شيء يجيب لك النتائج مام غليزان على غليزان نعم غليزان تشوفها تلعب كرة مام نقصوا لهم غليزان أثرت فيه هذيك الانطلاقة بداية المشاكل اللي كانت في بداية الموسم فيما بذلك فريق اتحاد شباب أزاريع غليزان عفوا عائد بقوة مع مرور الجولات. نتحدث عن فريق اتحاد بالعباس بما أنك فتحت الصفحة إبراهيم بوسحب فريق اتحاد بالعباس الذي فاز بهدفين مقابل صفر امام شباب باتنا. ابراهيم نبقى مع فريق اتحاد بالعباس كيفاش كانت النتائج تاعو تشوف النتائج تاعو والله مع المدرب شريف الوزاني شي شرف تشوف دو ماتش ماركاو كاتبيت نعم كما نقولوا بس عارف بلي هاد ليكيب راه ربح في الحراش وربح في الحراش ماركاو زوج وعاود دخلوا بلادهم ماركاو زوج وتشوفوا فاتوا بواحد المرحله تاع اللي بغى يحبس شريف الوزاني نعم هذيك المرحله هي اللي فيقتهم باسكو كي تشوفهم متأهل أيضا نعرف الجمهورية أيضا ونعرفهم مليح باسكو كنت كما نقول لك هذا اللعب في ديبي سيزون راه عندهم اللوطيم داك نلعب كاع تقريبا جوار عندهم جواره كما نقولوا عرفوا يجيبوا مداري حنا صحاب الغرب ولا كما نقولوا كاين دي زيكيب تجيب غير باش تجيب قال جيب هذا وجيب هذا وجيب هذا باش الشعب يسكت بصح هما عرفوا يجيبوا جواره باسكو هما كان عندهم مشكل كي طلعوا ناسيونال ان ما يقعدوا يعاود يهبطوا هذا العام الحمد لله كما نقولوا هذاك المشكل راهم فاتوه وراهم ملاح اللي لقي كما نقول هذه السياسه يقاردوها العوامات اللي جايين ماشي غير هذا العام وصاي العوامات اللي جايين باش كما نقولوا حنا ماذا بينا كما نقولوا البطوله تاعنا تزيد تتطور ان شاء الله يكونوا كاع في نيفو واحد كما نقولوا كما ليزما ولا مولوديه ولا كول ام سي ولا كما نقولوا حنا تلمسان تشوف تلمسان تلعب صح لتحت صح تلمسان نعم فريق عريق نعم لا النقطه تكلم عليها توضح حاليا الاتحاد بالعباس ب 27 نقطه نعم راهو في مرتبه فارق مع الاوائل الشيء النقطة اللي يتكلم عليها هو الوقت اللي حب يروح شريف الوزاني الإدارة عرفت خمت مليح وعرفت استقرار لأنه المنتخب الفريق هذا قلت لك المنتخب مازال في الكان لأنه الفريق بالعباس ما في بداية الموسم كان يلعب كرة مليحة وكان يلعب كرة جميلة لكن ما النتائج ما تبعتوش
ما بار لا سويت الناس هادو ما خموا مليح وداروا اللي لازم يديروا انه هذا المدرب ما لازمش يروح استقرار ما لازمش يروح. وهاو النتائج مام المردود تاع المنتخب مام الشعب ما بغاوهش يروح باسكو كانوا يجيو لونطريمون ويشوفوا الخدمه تاعه. انا نعرف كما نقولوا الناس نعرفوا من تماك هما مشاو الاداره قالوا له هذا لونطريمون ما يحبش يقعد يخدم والله بروف كان النتائج راه والمردود تاع الاخر. الشيء الايجابي هو انه اكد النتيجه اللي جابها من الحراش ماهيش صدفه وايضا متاهل في منافسات كاس الجمهوريه. العائد ايضا الى الواجهه فريق شباب قسنطين الذي تدارك وحقق الاهم في هذه الجوله بعد الفوز الصعب على شبيبة ثوره شيخ عز الدين بهدف مقابل صفر جنب الكثير من الامور بالنسبه للسياسي الذي كان على شفا حفرة. والله واش المباراة هذه أنا نقول لك ورنا وجه شباب قسنطينة ورنا وجه آخر ولو أنه كان يهمو الفوز ولو أنه من ناحية كيفاش نقولوا لامانيير ما كانتش مليحة ما كانتش بزاف ما كانوش فرص كثيرة لكن في الفريق هذا شفنا باللي كاين تغيير خاصة من لاغرينطا تاع اللاعبين وشفنا اللاعبين حبوا يفوزوا بهذه المباراة. ما نقولوا باللي القدوم تاع عمراني شفنا اللمسه تاعو وين ما تنساش باللي تشكيله غيرها ودار لاعبين نحى لاعبين اللي كانوا اساسيين لكن شفنا المردود تاع المنتخب شباب قسنطينه وين لاعبين خاصه الحراره اللي شفناها في هذه المباراه وكان يستاهل لكن نقولوا في الشوط الثاني تراخى شويه لانه ابري ما انكسر شباب الثوره خرج من المنطقة تاعو وهنا اللي خلق مشاكل لكن شفنا باللي المنظومة الدفاعية خاصة أنا نقول باللي النقطة هذه اللي ركز عليها بليح عمراني المنظومة الدفاعية اللي يحسنها وداروا مباراة قوية. وبهذا فريق شباب قسنطينة في المرتبة 11 ب17 نقطة، 4 مقابلات كما قلنا مؤجلة من هذه الجولة. شيخ عز الدين هل تؤثر هذه المرحلة توقف البطولة؟ كانت هناك مرحلة توقف البطولة في الميركاتو وأيضا هذه توقف البطولة بسبب ارتباط لاعبين بالمنتخب الوطني والمنتخب العسكري. هناك فريق شباب بالوزداد ما لعبش مبارتين، هناك شباب القبائل ما لعبش مبارتين، هناك اتحاد العاصمة أيضا ما لعبش مبارتين، مولودية بجاية. هل هذا سيؤثر على لاعبين خاصة وأنه القادم سيكون أصعب في مرحلة العودة؟ شوف سمير، هي التوقف هذا كاين فرق اللي تخرج عليهم كاين فرق اللي ما تخرج عليهم. كاين فرق اللي كانوا في ديناميكية مليحة وكان تر لي ريزولطات معاهم وكانوا يقدموا مردود لاباس به، هنا يتقلقوا نوعا ما التوقف تاع البطولة وتكون طويلة شوية. هنا لانه المدربين وين يخافوش يخاف من رده الفعل تاع اللاعبين. كيفاش نهار لوبريس كيفاش راح يكون المردود. لكن الفرق اللي ما تكونش مليحه وكونترير هنا تعطي لها الوقت الكافي باش تعاودوا يسترجعوا ويعاودوا يداركوا الاخطاء اللي كانوا يديروهم. ولهذا قلت لك انت توقف كاين للفرق اللي يساعدوهم كاين للفرق اللي ما يساعدوهمش. نعم، وهناك فرق صححت الاخطاء وفرق بامكان ان تاثر عليها هذه توقف البطوله خاصه بعد سلسله طويله للنتائج الايجابيه. قبل ان نتحدث عن برنامج الجوله 18 للرابطه المحترفه الثانيه نشاهد هذا الجنجل. الجولة 18 للمحترف الثاني أيضا لم تكن هناك مفاجآت كثيرة شيخ عز الدين رحيم، لأنه الصدارة بقيت على حالها باستثناء فريق نادي بارادو الذي يبقى معمق الفريق بثمان نقاط. الوصافة عرفت عودة فريق اتحاد بسكرة الذي يحتل المركز الثاني بثلاثين نقطة. فريق اتحاد البوليدة تعثر بميدانه شيخ عز الدين. نبدأ بالاتحاد البوليدة، ضيع نقطتين، نتائج غير منتظرة بالنسبة للاتحاد خلال مرحلة العودة. عودنا اتحاد البليدة أنه مرحلة الذهاب يكون في ديناميكية مليحة، لكن مرحلة العودة يبدأ يتراجع المستوى تاعو. نشوفوا بالاتحاد البليدة في الأونة الأخيرة وين 3 مباريات و4 مباريات المردود تاعو نقص وكذلك النتائج ولات ما تتبعوش. ولهذا نقول بالاتحاد بليده لازم عليه، لانه الوقت مازال لازم عليه انه يدارك. لا حبيت انك تدير المشروع تاعك وتصعد، المباريات اللي تلعبهم في وسط في فوق ارضيه ميدان تاعك ما لازمش تضيع النقاط.
تربحهم اوبليغاتوار وزيد تروح للخارج ديار تجيب النقاط للماكسيموم. نعم. انا لهذا نقول باللي ما عندوش دروه من القدام اتحاد بليده انه يتعطر لانه الملاحقين راهم يحققوا في نتائج ايجابيه والملاحقين يحققون في نتائج ايجابيه. نشاهد هذا الجدول الخاص بك من نتائج الجوله 18 للمحترف الثاني. إبراهيم بوسحابة من دون شك تتابع أيضا أخبار الرابطة المحترفة الثانية. التنافس على أشد بين العديد من الفرق، نادي بارادو اللي نقوله حسم ورقة الصعود نظرا لفارق النقاط، هناك اتحاد بسكرة، اتحاد البوليدة، شباب باتنا، أهلي، البرج وفرق أخرى تطمح للعب ورقة الصعود. كيفاش راك تشوف قبل أن نتحدث عن النتائج، كيفاش راك تشوف هذا التنافس؟ كما قال الشيخ عز الدين، أنا بلي ليكيب اللي بغيت تطلع ما تضيعش لي بوان في بلادها، اللي بغيت تطلع كي تضيع لي بوان ما تبقاش كما نقولوا واعرة باش تطلع، باسكو حنا لما كسرنا العام اللي فات في هذيك بنباديس خرجوا نربحوا برا نجيو بلادنا نخسروا قدينا نطلعوا ما تبقاش تطلع. شوف انا بسكره وين كانت وراها 30 بوان دوزيام صحيح، او تشوف بليده راه تهود والبرج راه طلع، كما نقولوا صعيبه دروك تغلط الماتش اللي يروح ما يوليش صحيح، كما نقولوا الا خسرت راحت ولا درت ماتشين راحت، باسكو ما بقاش كما نقولوا حنا صايد دروك راك في الروتو، ماشي كما نقولوا لا لي لا خصها تقول مازال باقينا الروتو صايد دروك ليق، كما نقولوا الجوال يعرف لي الماتش اللي لعبه كوب داجيري، كما نقول لك داخل تلعب كوب داجيري اي ماتش تربحه راك في الفايده، وكي تشوف هكا تشوف حاجه مليحه، ما حنا كما نقولوا لينا حاجه مليحه، تشوف كما تشوف بارادو صاي بارادو راها 38 راهم بعد بزاف وناقص مباراه، بصح الاخرين مليحه كما نقولوا حنا الشعب اللي نتفرجوا صحيح، ماذا بينا احنا كما نقولوا كل عام تكون هكا الناس قاعده تلعب على طلعه التنافس باش ما يبقاش تدخل فيها هذاك قيل ورقاكم احنا تا كل عام. والابرز ايضا ابراهيم هو هذه الجولات الاخيره هو انتفاضه للفرق التي تحتل ذيل الترتيب، انت كي تشوف يعني معسكر يفوز في بجاية ويفوز ايضا على شبيبة سكيكدا، هذه ايضا امل الاربعاء اللي فاز في سكيكدا على الشبيبه في محلها، ايضا نشوفوا امل بوسعاده اللي خرج من وضعيته، نشوفوا مولوديه العلمه اللي راه يتجاوز هذه المرحله الفراغ، ايضا حتى في ذيل الترتيب هناك تنافس. تاكي تشوف كما نقولوا العلمه في هذه المراكز كما نقولوا غير الحشويه صح، العلمه ولا معسكر انا يعني نعرف معسكر من العام اللي فات هما كانوا معنا يلعبوا طلع معسكر صرا لهم المشاكل في الديبي ما عندهم في الجواره يقدوا كما كانوا يقدوا يلعبوا كما نقولوا الماتيا كما نقولوا بسهوله. نعم هناك ايضا جمعيه صرا ام الاربعاء كما نقولوا مشاكل كبار صرا لهم نعم. ما تبقاش تلعب في هذوك المشاكل لعاد كما نقولوا الجواره كما تحييهم تحيه كبيره اللي راهم واقفين مع ليكيب وراهم يقدوا يلعبوا باسكو ماشي سهله تلعب في هذوك المشاكل صحيح، ونتمنى لهم كاع ان شاء الله الخير. المشاكل كي تكون بهذا الشيء تاثر كثير على اثرت على اللاعب اثر على اللاعب بزاف وفريق اتحاد امل الاربعاء الذي يتواجد في المرتبه الاخيره ب 13 نقطه. شيخ عز الدين ايضا هناك قبل نتحدث عن النتائج هناك فرق راهي تعاني ونتائج غير منتظره، نتحدث عن اولمبي شلف وضعيته راهي معقده وراهو غير يعني من جوله الى اخرى راهي تاثر هذه النتائج راهو يتراجع في ذل الترتيب والقادم ماهوش يكون سهل له. كاين هما وكاين كذلك شبيبة بجاية، مام شبيبة بجاية المرتو تاعو ثاني نقص يخسر ثلاثة بسكرة المباراة اللي فاتت خسر في قدر أرضية ميدان تاعو ديجا ضيع ست نقاط وانت باش تلعب الصعود اخي ما تنجمش تضيع ست نقاط هذوما في نهاية الموسم راح تندم عليهم كثير. أولمبي شلف انا نقول أولمبي شلف لو تورنو تاع الفريق هذا هو منذ ذهاب يونس إفتيسان منذ ذهب يونس إفتيسان نقول باللي الفريق هذا تكسر نوعا ما، وين كان سيفري كو الشلف هذا كانت عنده تركيبه ماهيش التركيبه تاعو كانت هذا الفريق هذا في فوق قضية ميدان تاعو ما يعرفش يتفاوض عنده غروند بريسيون عليه، كان كان يلعب خارج الديار يلعب أحسن صحيح. نعم. كان يجيب نقاط خارج الديار لكن فوق أرضية ميدان تاعو يتعثر. نعم. أنا نقول باللي جمعية شلف منذ ذهاب إفتيسان نقول باللي الفريق هذا ما ولاش فيه الاستقرار دوك ما المنتخب هذا شفنا باللي الفريق هذا عفوا
شفنا باللي جابو جا من قبل بوزيدي نعم. عاود راه باش راه هذا شيك نعم. الفريق هذا راه مرتاح له وشاف باللي المجموعه بالك تكون تكسرت كل المجموعه شي واعر باش انك تكمل العمل تكمل البطوله في هذه الظروف هذه ورم 3 نقاط على معسكر هم 21 ومعسكر 18 نعم درك راهم يلعبوا على السقوط نعم. كيلعبوا على الصعود ولا يلعبوا على السقوط ماشي سهله باش تلعب على السقوط وشيء سهل خاصة وأنه كما قلنا المستقبل سيكون أصعب هناك فرق يعني كل فريق يبحث عن النقاط لازم عليه النقاط باسكو معسكرها كما نقولوا طالع تحس جوار ميم جوارها وشيخ لعب قبلي كي تكون تحس روحك أنت ميم تجي عندك الموفي بصح كي تبدي تخسر يدخل لك داك الدوت والخوف والثقة تروح ولا راح تلقى ثقة في الكرة صايب صح ما نتمنى ان يخرجوا من هذه الوضعيه ان شاء الله تعود الثقه للاعبي فريق جمعيه شلف في اقرب وقت لانه الوقت ليس في صالح هذا الفريق بنفس الشيء بالنسبه لفريق جمعيه وهران الذي تدارك هذه الجوله ابراهيم بوسحابه وفاز على ضيفه جمعيه شلف بهدفين مقابل هدف يعني استغل الفرصه جيدا جمعيه وهران لكم نقول لك انا عندي حديث مع الشيخ حنكوش من قبل كي كان تماك جمعية وهران كل عام كما عندهم مشاكل كل عام كيف حتى تشوف جوار تاع جمعية وهران يروحوا يلعبوا هكا يبرزوا منهم كاين جوار بصح جمعية وهران كما نقولوا اسم كبير جمعية وهران مدرسة كبيرة يعني تشوف جمعية وهران دوك عبد الله 21 تاهي تلعب على السوق صح معناتها دوك تخسر ماتش يخرجوا يخسروا واللي موراها يربحوا تربح معسكر ولي 21 بوان ولي كاع بثلاثة 21 ماشي سهلة وتزيد هذاك اللي قلت لك انا تاع اونيبي المدي هذاك سبية كان عندهم هذا العام تلقاو تشوفوا تلقاو في الميركاتو راح للاخر وراهي ماركي وجابوا زياد وتاك تلعب كما نقول تلعب درك تلعب السقوط ماشي سهله تلعب السقوط او الشيخ على بالك والله ما سهله تلعب تيتر سهله على تلعب السقوط خاصه في القسم الثاني باسكو تيتر اللي ما ديتهاش بصح السقوط الى هبط تبعث لك وصمه عار ليك قبل كل الحاجات تبقى تخمم تقول انا هذيك ليكيب فين خليتها انا كما احنا صارت لنا خطره في تلمسات ماشي سهله تلعب سقوط والله ما سهله واعره وبزلول ما كاش الحلول ما تلعبش سقوط ما تلعبش الحلول ما كاش قادر ايكيب واحد اخرى تربح صح بصح كما نقولوا كما بطوله ولا باش تديها راه في يدك الا انت تربح بصح السقوط صعيبه بزاف ويدخلوا فيها صوالح واحد اخرى ماشي نعم. كواليس واي امور اخرى نعم لهم انا ان شاء الله يخرجوا من هذه الوضعيه كاع باسكو ماشي سهله والحلاوة كما قلت هي التنافس الكبير من هذه الفرق نتحدث عن نادي بارادو الشيخ عز الدين كان بإمكانه هل نقولوا لاعبي فريق بارادو خلاص حطوا في راسهم باللي طلعوا ما نجموش نقولوا لأنه لاعبين نجم نقولوا هاد اللاعبين اللي راهم في بارادو يعرفوا شوية نوع ما وكذا الاحتراف لأنه نشوفوا المجموعة ونشوفوا الانتوراج تاع المجموعة مع اللي حاكمين المجموعة ما تخافش نقول باللي البارادو سي تان اكسيدون باركور دي فوا ما تنجمش تكون عام كومبليكا ما تخسر حتى ماتش صح سي تان اكسيدون باركور وين موليتي سعيده ما تنساوش باللي الفريق هذايا لاباس به يعرف يدافع مليح خاصه كيلعب خارج الديار يلعب يتفاوض مليح خارج الديار انا نقول باللي نادي بارادو ما خسرش بزاف في هذه الجوله لانه ناقص مباراه وراه غارب بثمان نقاط لحسن حظه يعني ما كان قادر يعمق الفارق لكن نقولوا بلي راهو في صحه صحيحه ما تعثر هذا ما راحش ياثر عليه وراح يضره ما بليده اللي موراه ما ربحوش كما نقولوا هذيك النقطه خلاو النقطه والاخرى وكما قال الشيخ سعيده تعرف تفاوض برا وسهله باش تخرج كما نقولوا سهلة تلعب باش ما تربحش خصك تلعب تربح اللي خصك تماركي باه تربح كما بارادو كان خصهم يماركو بصح سعيدة كما نقولوا تجي ديفوندي وتلعب كونت لا قد تماركي تربح كما نقولوا ماشي سعيدة اي ايكيب تخرج تلعب برا سهلة على تلعب في بلادك باسكو في بلادك عندك تقطع الانصار وخصك تربح بصح برا لا جبت نقطة راك في الفايدة جبت 3 بوان النقطة هذه البك علاش قال لك هكذا الناس كي تروح تلعب على برا تتفاوض لانه الباك الفرق احنا خاصه في البطوله تاعنا كاين فرق كثيره اللي ما تعرفش دير اللعب ما تعرفش تصنع اللعب لما تلعب في بلادك وتجيب تجيك فريق اللي يريح لك من الوراء انت اللي لازم تلقى الحلول احنا الفرق تاعنا كاين بزاف اللي لما هو يدير اللعب ويبني اللعب ويحوس على الحلول ويحوس على الثغرات ما يلقاش ولهذا نشوفوا باللي
الفرق اللي يروحوا يتفاوضوا برا لما تدير تركيبه منظومه دفاعيه قويه يلقاو صعوبات كبيره. وفريق مولودية سعيده حقق نقطه ثمينه ستكون ثمينه جدا في باقي المشوار. فريق نادي بارادو سيستقبل في الجوله المقبله الملاحق المباشر اتحاد البليده. تقول بارادو قمه الجوله بارادو اللي ربحوا كما نقولوا 90% تقول باللي ضمنوا الصعود وما غاديش تكون سهله عليهم. من بارادو ما غاديش تكون سهله عليهم باسكو بليده ماتشينين وخرجوا يلعبوا برا حتى هما يقولوا نحاولوا نعاود نريكيبيريو هذوك لي بوين. نعم ومباراه بست نقطات بالنسبه لشباب عين الفكرون الذي يستقبل ساري غليزان في ذيل الترتيب. الشيخ خاسم ساري غليزان غالي ماسكر غالي ماسكر انا نقول باللي شباب عين الفكرون نقول باللي هذا الفريق هذايا نجم نقول نتائج متذبذبه لكن عنده مجموعه لا باس بها. شفنا في بعض المباريات وين الفريق هذا تنجم تقول عنده تركيبه يلعب كره لا باس بها. غالي ماسكر راهو في ديناميكيه مليحه وين راهو بزوج نتائج ايجابيه. نعم. لازم دوك عليه انه يكونفيرمي لي ريزولتا هذو اللي راح جابهم اللي راهو يدير فيهم. راح تكون مباراه صعيبه ولا دار نتيجه ايجابيه أعرف بلي الفريق هذا راهو في طريق صحيح. والقمه الاخرى بالنسبه لهذه الجوله شبيب تسكيكدا اتحاد بسكره ابراهيم مباراه قويه جدا بين الفريقين. اتحاد شبيب تسكيكدا اللي لم يفوز في جولتين واتحاد بسكره الذي كما قلت راهو في المرتبه الثانيه وراهو في ديناميكيه احسن. هذه المقابله كما نقولوا تعتبر ديربي ايضا. ديربي وسكيكدا لا كما نقولوا راهم باغيين يلعبوا على الصعود. الى قربحوا هذا الماتش الى قربحوا باسكو هذا الماتش لا راح لهم لا بسكرا دور مونتينين ولا ربحوا تجي تقول باللي سكيكدا تخرج من السباق باسكو يوليوا عليهم شحال 9 بوان صح كون تربحهم على بها ماتش كما نقولوا ما تقاش تقول شحال غادي يديروا هذا الماتش. نعم وشبيبه بجايه الجريحه الشيخ عز الدين الذي تبحث عن الانتفاضه تستقبل وداد بوفريق بتزيري بلال العائد ايضا في الواجهه ويبحث عن تحقيق البقاء بسرعه. مباراه قويه انا نقول باللي وداد بوفريق نقول لك باللي الفريق هذا كي يخرج لبرا يعرف يتفاوض مليح. شبيب بجايه فوق ارضيه ميدان تاعو يلقى صعوبات كثيره راهو تحت ضغط ايضا النتائج. صحيح لانه يضيع بزاف نورمالمون راهو في مور بارادو بنقطتين او ثلاثه. الفريق هذا ضيع بزاف النقاط. انا نقول بلي راح تكون مباراه قويه. شباب بجايه لازم عليه انه يدير نتيجه ايجابيه الى راح حب يولي في السباق. نعم. لو تعثر في هذه المباراه انا نقول لك بلي خلاص راح يودع بصفه بنسبه كبيره راح يودع الصعود خاصة وأن الملاحق المباشر أيضا أهلي البرج يستقبل جمعية وهران إبراهيم بوسحاق. أهلي البرج اللي فازوا علينا في كأس الجمهورية شفت هذا الفريق أهلي البرج بكل صراحة عندهم فريق في كأس الجمهورية وعندهم فريق لاباس به كما نقولوا عندهم فريق تاع قد يلعب في بطولة المحترفة مدرب أيضا عبد الكريم بيرا كما نقولوا هذه اللي كنا نهضروا عليها كي يكون عندك مدرب تخليه يخدم تقلقش عليه ماتش خسر طرد خليه يخدم باسكو كما نقولوا لي ريزلتا ما يجيش 3 ماتش لا 2 ماتش لا 4 ما حنا هذه اللي ما زمان ما فهمناهاش ما كانش فيما تحصل الا خسر 2 ماتش لا 3 ماتش طرد لونترينر باسكو ما تقاش طرد بريزيدون ولا طرد لي جوار بصح لونترينر خليه يخدم ها خليه يخدم صبروا عليه راه تتمشى وما تكونش غادي ما تكونش عندهم ماتش سهل مع جمعيه وهران باسكو حتى جمعيه وهران كما نقولوا فريق يعرف يلعب الكره ومع لي زيكيب اللي يعرفوا يلعبوا الكره يلقاو عندهم صعوبات كما بارادو لقات صعوبات مع جمعيه وهران. ومولوديه سعيده التي تبحث عن نفسها في هذه الجوله ايضا تستقبل جمعيه الخروب. شيخ عز الدين انا نقول مولوديه سعيده دوماج الفريق هذا لولا المشاكل الماليه اللي عانى منها الفريق هذا انا نقول راهو في احسن رواق لانه عندهم مجموعه وعندهم طاقم فني لاباس به وين قدروا يديروا مجموعه ما كاش لاعبين كبار لكن عنده فريق لاباس به يعرف يلعب كره منظم. نقولوا باللي مولودية سعيدة لازم عليه انه يفوز في المباراه هذه. نقولوا باللي جمعيه الخروب ما راهيش في احسن احوال تاعها فريق راهو مدبدب على كل حال فرصه باش مولودية سعيدة انه
تقعد ما تخليش الفارق كبير بينه وبين الدوزيام والتروازيام. انا نقول لازم عليه انه يفوز في هذه المباراه. وقمه ذيل الترتيب بين مولوديه العلمه وامل الاربعاء ابراهيم بوسحافه. العلمه كما نقولوا العلمه لا راه باغي تخرج من هذا اللي اقترب هذا الماتش باسكو لا هذا الماتش لا دار فوبا يلعب تحت الضغط مقارنه بامل الاربعاء باسكو الامل الاربعاء كما نقولوا راهم يلعبوا ما عندهم ما يخسروا ما راهم يلعبوا بصح مولوديه العلمه هذه السمانه لا داروا كما نقولوا فوبا مصعب عليهم. ونسينا جمعية شلف أمل بوسعادة. نعم جمعية شلف أمل بوسعادة أيضا قمة كبيرة في هذه الجولة. جمعية شلف اللي قع عليها تربح باسكو جمعية شلف لا خطأ ممنوع خطأ لا داروه كما نقولوا لا خسروا ولا داروا ماتش نيل يدخلوا في الحسابات تاع الصح باسكو ما راهمش بعاد عليهم نيرو. والحسابات هذه هي التي تؤثر الشيخ عز الدين تجعلك تلعب تحت ضغط كبير. أكيد ما عندوش الدروا ليرور جمعية شلف لا حاب يولي السكه لازم عليه انه يدير نتيجه ايجابيه. ما يهموش لامانيير ما تهموش المهم الفوز المهم انه النقاط تهمو باش اللاعبين ما يدخلهمش الشك والمجموعه تنقسم. لكن انا نقول الوضعيه اللي راه فيها مولوديه العلمه راه ب 15 نقطه ناقص مباراه. لكن الوضعيه لمولوديه العلمه لازم عليه انه يتدارك لانه فريق كيما هذا الوضعيه اللي راهو فيها ما يستاهلهاش. انا نظن باللي مولوديه العلمه ما في تصريحات مع قدوم عباس وتصريحات تاع اللاعبين تاع الاداره تحس باللي الفريق هذا عاود ولا شويه للسكه وراهو في ارتياح نوعا ما. هذا الفريق هذا لو كان يعاود يولي للنتائج راح يدير لافاس روتور يديرها مليحه. والقادم والايام المقبله هي التي ستحدد كل شيء يا عز الدين يا رحيم بالنسبه للفرق التي تلعب على الصعود والتي تتنافس من اجل البقاء. وصلنا الى الختام. ابراهيم مسحبه نشكرك وكلمه اخيره نخليها لك توجه رسالتك لاحباب اللي يحبوا ابراهيم مسحبه وعشاق ابراهيم مسحبه. حاجه الاولى نشكركم على الاستضافه وحصل لي شرف كبير باش شفت الشيخ رحيم. انا كنت غير نسمع به وسمع به عليه غير الخير. الحمد لله انا اشتاق لكم ونقولوا والله شرف لي وشرف كبير والشرف لينا كبير. وكما نقولوا بالله تحياتي للاهل في تلمسان عائله بوسحابه وكاع العائله حيهم احنا ايضا. وعندي باغي نقول واحد الكلمه على واحد صاحبي كان عندي صاحبي اسمه محمد الشرقي. هذه 10 ايام ملي فقدناه كان عنده توفى نطلب له الرحمه ان شاء الله. ان شاء الله يكون اهل الفردوس ان شاء الله. ان شاء الله هذه باسكو كان عندكم نقولوا صاحبي وقريب ليا. رسالتك انصار شباب بلوزداد اتحاد الحراش الفريق اللي لعبت له رساله للانصار كاع لعبتهم شباب بلوزداد اتحاد الحراش وداد تلمسان الرمشي وليدات وهران الرمشي مغنيه كما نقولوا وشباب الحنان رانا في نتمنى لوداد تلمسان ان شاء الله الصعود هذا العام ولحنا ان شاء الله ومن بعد ان شاء الله يخرجوا من الوضعيه اللي راهم باسكو راهم في وضعيه العام فات كنا نلعبوا الطلعه هذا العام راهم شويه راهم في كما نقولوا في ونتمنى كما نقولوا لا قبل للشباب بالوزداد ولا مود بهران اتحاد الحراش باسكو اتحاد الحراش فيها بعد وخرجوا من لاكم داجيري ان شاء الله. ونحييوا ايضا معاذ بن ماحي اللي رافقك في الرحله من تلمسان لهنا هو متواجد معنا نشكره ايضا. الناس تلمسان كاع وكما نقولوا الحومه تاعي اللي نسكن فيها كيفان عطاها كولومبيا. نعم ونشكركم ونعاود الشكر والشكر لك ابراهيم بوسحاب بارك الله معنا. شيخ عز الدين كلمه لابراهيم. والله مش نقول لك انا كي نشوف السن تاعو 30 سنه نجم نقول اسكو ما راكش حاب انك تعاود تولي للرابطه الاولى ولا الرابطه الثانيه لا باسكو السن تاعك مازالك صغير يا اخي. نعم عملي فات الحمد لله خلصت 100 بيتر 100 باسور وكعارف احنا الناس كي يديو عليك نظره بالك تراك تعرف يقول لك هذا تبليسه وتبليسه بزاف ما على بالهمش بليسه داخلين في البالون. ايوا ان شاء الله ماهوش راح يكون عائق ان شاء الله كي يقعد حاكم روحه ويمد مردود مليح. انا ان شاء الله نتمناو لك هنا نتمناو لك انك نشوفوك في سواء في الرابطه الاولى ولا في الرابطه الثانيه المجهودات تاعك ما يروحوش هكذاك. ومام هاد الليجان هذوما تعطي لهم دروس. لا الله يبارك راك تمد نصائح للشبان هذوما
نقول لك بالتوفيق ان شاء الله, الله بارك الله فيك وفرصه اخرى ان شاء الله. بارك شكرا الله رحيم عز الدين, شكرا ابراهيم بوسحابه مره اخرى, نتمنى لك ايضا التوفيق ونشاهدك ايضا في فريق كبير لما لا الموسم المقبل. تحيه لكل الزملاء الذين ساعدوني في هذه الحصه, شكرا لكم جمهورنا الرياضي على حسن الاصغاء والمتابعه, نلتقي في فرص اخرى بحول الله.